أن دورة نوفمبر للجنة الإدارية الوطنية أننا نعتبرها دورة الوفاء. الوفاء لشهداء الوحدة والديمقراطية، وعلى رأسهم الشهيد المهدي بن بركة، حيث كان إحياء الذكرى 50 لاغتياله هذه السنة الحدث الأبرز الذي ميز الدخول السياسي، وذلك نتيجة كل المبادرات، أقول كل المبادرات الاستثنائية في إطار الاستمرارية التي اتخذها الحزب من أجل الكشف عن الحقيقة على المستوى الحقوقي، على المستوى السياسي، على المستوى الجماهيري، وكذلك على المستوى الإعلامي. الوفاء لقيمنا ومبادئنا، الوفاء لنضالاتنا ومشروعنا المجتمعي، لنؤكد للجميع أن نظرية نهاية تاريخ الاتحاد نظرية هزامية، ومن يروج لها يعيش خارج التاريخ، أي خارج منطق وقواعد الحياة. الوفاء من أجل الاستمرار في البناء الجماعي للبيت الاتحادي الذي يشكل إحدى ركائز البيت المغربي الكبير. لا يسكننا أخواتي إخواني الغرور، لكن التاريخ القريب والبعيد جعل الجميع يدرك أنه من الصعب جدا استنساخ الاتحاد نظرا لما يميزه منذ نشأته اليوم. فعلى هذا الأساس مهامنا اليوم ليست مهاما عادية، وعلينا جميعا أن نتحلى بروح المسؤولية لإنجاح أشغال اللجنة الإدارية الوطنية. ليس لنا خصم داخل الاتحاد إلا من نصب نفسه خصما للاتحاد. خصومنا يوجدون خارج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. من أجل ذلك علينا أولا أن نقوم بتقييم بناء، بتقييم هادف لأوضاع جديدة ناتجة عن مسلسل انتخابي سيء تميز بعدة انحرافات. ثانيا، المساهمة البناءة في توضيح وإغناء الرؤية الحزبية في القضايا التي تهم الدولة والمجتمع، حتى نجعل من معارضتنا غدا أكثر من اليوم قادرة على صياغة الأجوبة لأسئلة المرحلة الحالية. ثالثا، بلورة برنامج النضالي في أفق المعارك التي تنتظرنا خلال السنة المقبلة. استطاع أخواتي إخواني الاتحاد أن يصمد، فلنحول هذا الصمود إلى طاقة متجددة تساعدنا على استرجاع مكانتنا داخل المجتمع. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب المستحيل من أجل الممكن. هذا يتطلب منا استعمال لغة الحقيقة. لغة الحقيقة هي لغة الإنصاف، فهي تعني لا تبرير ولا جلد الذات، لأنها تعتمد الواقعية والجرأة في نفس الآن.